هتستعرض صورة وهسألك سؤال يخص صاحب الصورة. ماشي، يلا بينا. الكابتن سيد عبد الحفيظ. لا مش هسألك بقى، انت قول اي حاجة تخص كابتن سيد عبد الحفيظ. بص، رجل نجح في عمله، مدير كرة شاطر. هو برضو خلي بالك، يعني لازم تفهم حاجة عن سيد عبد الحفيظ. شغلته مش سهلة. في ايه؟ هو متصدر للمشاكل. يعني هو على المسرح على طول، وده بالوقت بيحرق البني ادم. مهما كان ناجح في إدارة القصة، ما هي دي مشكلة. انت هو متصدر، هو اللي في وقت من الأوقات دلوقتي طبعا يعني اتقال له ما تخشش الخناقه دي دلوقتي. باينه تصريحاته قالت وكل حاجه، فهو متصدر. هو خلاص برضو سيد عبد الحفيظ، يعني انا بقول لك في وقت من الاوقات بيصعب عليا، لان هو يعني متصدر للمشاكل. متصدر للخناقات والكل وبتاع، شغلانه مش سهله. هاني ان انت تبقى متصدر دي، ان انت اللي في وش المدفع على طول، دي قصه مش سهله. فهو بيخوض المايند جيمز طبعا بشكل كويس ومحترف فيها. لكن دلوقتي الزمالك قدروا ان هم يعدوا عليه الجيم ده. ما تجروش. وعلى فكره دي كانت نصيحتي الامير في 2019. على العلن، وما بيني وما بينه تخش الخناقه دي مع سيد عبد الحفيظ. فاكرها على العلن. انا لسه ولا وبيني وبينه تخش الخناقه دي. الخناقه دي مش دلوقتي، الزمالك اول الدوري. هو نجح ان هو يسحبهم للجيم بتاعه كابتن سيد. لكن هو دلوقتي مش عارف يشد الزمالك، مش عارف يشد الزمالك للجيم. لان امير اصبح عنده خبرات اكتر ومركزين في شغلهم، فمش عارف. الصورة التالية ابراهيم سعيد. انا بحبه بصراحة، انا بحب ابراهيم. بحبه جدا. كل الناس بتحبه ابراهيم سعيد. هو طيب يعني. ابراهيم طيب، ودخل برضه خناقة كبيرة اللي هو فيها دلوقتي. ما كنتش عايز اخش خناقة مع مستشار مرتضى منصور يعني. بس يعني هو ما غلطش، هو ما بدأش. هو مش غلطش يعني. هو عيب بدايته كانت ان هو معايا وقال استدرج مرتضى. لا قال له استاذ مرتضى خف على الاهلي شويه، خف على الاهلي شويه، واسمه كابتن محمود الخطيب. اقول له طلع هجمه. طب اقول له نصيحه؟ يا ريت. من خلال تجربه يعني. طيب، كل الناس اللي بتسخنك على الخناقه دي يا ابراهيم، اول لما تخش الخناقه بحقه حقيقي، مفيش واحد فيهم هتشوفه ولا هتسمع صوته. في ناس دلوقتي بتسخنك على الخناقه دي. تمام. مفيش بني ادم هتسمع صوته ولا هيكلمك ولا هيقف جنبك لما تخش الخناقه دي. انت بدات الجمله بانه من خلال تجربه. ايه اللي حصل؟ ما انا ايه تجربه ميدو مع القصه دي؟ انا اتخانقت مع مصطفى مرتضى منصور. انت عارف لما دخلت الخناقه؟ لا دي يعني خناقه فيهم كل الخناقات. انت ما بتخش خناقه مع مرتضى منصور، انت مفيش حد جنبك، كله بيخ. كل الناس قبل ما تخش الخناقه، ايوه هوبا يا ابني، ما تخش الخناقه، بص عليك مفيش حد. والله. فخلي بالك ابراهيم، مش بقول كده بخوفك. ايوه مفهوم. لا مفهوم. عايز تخش يعني تتصرف براحتك، بس ما تتخانقش مع الناس تسخنك، ده اللي مفهوم. طيب الصوره التاليه.